طيب خلونا بقى قبل ما نروح لفقراتنا نروح معاكم نتابع سريعا حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. وصباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل على حضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، وعايزين نطمن على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة، هل هيكون في استقرار ولا إيه الأخبار؟ لا الحمد لله جو جميل جدا النهاردة، جو شتوي أقدر أقول مائل للدفء خلال ساعات النهار، في انعدام كامل لفرص سقوط الأمطار، هدوء في سرعة الرياح، فالجو بصفة عامة شتوي يميل للدفء خلال ساعات النهار، وإن ظل بطبيعة الحال شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية. طبعا الحمد لله في هدوء في سرعة الرياح، ده له مردود إيجابي على حركة الملاحة البحرية، لكن خلال هذا التوقيت بالفعل هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية لمدن القناة والساحل الشمالي، الرؤية الآن أقل من 500 متر، فيرجى من كل المتجهين لهذه المحافظات القيادة بهدوء كامل لحين انقشاع هذه الشبورة بعد 9 من صباح اليوم بإذن الله، وخلال هذا الأسبوع مزيد من الدفء والاعتدال والتحسن في الأحوال الجوية. أستاذ وحيد صباح الورد على حضرتك. صباح الفل يا فندم. وعايزين طبعا لو في أي نصائح عامة يتبعها المشاهدين حضرتك تقولها لهم دلوقتي للتعامل مع حالة الجو. هو حضرتك أهم حاجة طبعا الشبورة المائية خلال الفترة القادمة هتعاود ظهورها مرة ثانية، فيرجى طبعا القيادة بهدوء على كل الطرق خاصة الطرق الزراعية. نعم. الشبورة بتبدأ وقت الفجر لغاية الساعة 9 الصبح. ثانيا ارتداء الملابس الثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من الصباح، الابتعاد عن الأنشطة البحرية فقط عند منطقة خليج السويس نظرا للطبيعة الجغرافية ليها بتتيح سرعة ونشاط الرياح هناك، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من مترين هناك. نعم. طيب أستاذ وحيد ممكن بس نطمن على درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات؟ هو إن شاء الله طبعا السواحل الشمالية من 19 ل 20 درجة، القاهرة والواجه البحري من 20 ل 21، جنوب الصعيد عند الأقصر أسوان تشفى الوادي الجديد هنا حلايب شلاتين من 22 ل 23، ترتفع على جنوب سيناء عند شرم الشيخ والغردقة من 24 إلى 25 درجة مئوية. أستاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية بنشكر حضرتك شكرا جزيلا وصباح الورد.